إن مما يفسد الاجتماع ويوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء ويؤذن بالفشل والهزيمة التحزب والتشرذم والتفرق في تنظيمات وتحزبات تفرق الجماعة وتنازع الأمر أهله في بيعات مضلة وولاءات مفرقة تنقض البيعة الشرعية وتثلم الولاية المرعية. ومن أشهر تلك الأحزاب المفرقة جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من تنظيمات، فقد حذر من انحرافاتها وضلالاتها علماء الإسلام منذ أوائل ظهورها في القرن الماضي، وقد صدر بشأنها بيان من هيئة كبار العلماء يحذر منها ومن الانتماء إليها والتعاطف معها